بالك من سنة وقولي لها ان انا يومين تلاتة وراجعة. ما تخافيش عليها، خلي بالك انت من نفسك. لسه خارج من شوية، محامي قال لي إن أمي سدت كل ديوني واشترى المشروع بالتوكيل اللي عملته لك. مكانش قدامي حل غير كده. اتفقتي معاه على إيه عشان يخرجني؟ بصي لي انا هل اتفقتي معاه على ايه؟ خير يا استاذ؟ مالك ومال مراتي؟ مراتك؟ مراتي. ايه رولا؟ انت ما قلتلوش ان احنا كتبنا كتاب في العصر ولا ايه؟ والليله دي دخلتنا. حقيقي الكلام ده؟ حقيقي. هو لو ما كانش حقيقي كنت سددت كل ديونك وخرجتك من السجن. وبعدين انت نسيت ولا ايه؟ مش عم الشيخ قال لكم ان جوازكم باطل؟ يلا بينا يا حبيبتي عشان ما تتاخرش عن مهمة. الليلة دي بالذات ما ينفعش نضيع دقيقة واحدة. بعد إذنك يا عمتي هاخد مراتي. يلا بسرعة. طلعت الشنط فوق يا باشا. تقوم بأي حاجة؟ شكرا يا حبيبي. مع السلامة. حاجة بقى يخبط عليا ها؟ مش عايز ازعاج. نورت بيتك يا عروسة. مالك؟ مش عارف. أنا بقى عارف. أصلاً أنا تعبانة، سيبني بس لحد بكرة الصبح. أو ماله؟ طبعا نبيتك فضلي عروسة. الأوضة أو الأوضة على اليمين فضلي. نورت الدنيا كلها. المفتاح في الأوضة ها؟ براحتك.
حالتها خطيرة جدا، بس هي مصممة تشوفك. واضح ان عندها حاجة مهمة عايزة تقولها لك. خالد. ايوه ماما. سينجي واقف جنبي. طب سيبنا لوحدنا. حاضر. أرجوك لو حصل حاجة ممكن تندهلي. متقلقش. ألف سلامة عليك يا ست كريم. خفت أموت وذنبك في رقبتي. حبيت أطهر نفسي من أكبر كذبة كتبتها في حياتي. تقصدي إيه؟ مش فاهم. سامحني، كدبت عليك. كنت تعبانة قوي، محتاجة عليك مصاريف. قال لي إنه هيتكفل بكل حاجة لو قلت لياسين إن الشريف يبقى أبوه. ومين ده اللي خلاك تقولي كده؟ عارف، خط أمك من ورق عندي، وخط شريف من ورق في مكتبه. معرفش عارف يزور إمضاءاتهم إزاي على الورق اللي اديتهولك. أرجوك قولي لي مين اللي قالك تقولي كده؟ ست كريم أنت سامعاني؟ رامي، رامي قريب مراتك. عرفت معامل التمثيلية دي؟ لما عرف إن شريف كان كتب كتابه على مراتك، يعني محرمة عليك. ليلى مش محرمة عليك؟ لا طبعا، لأن شريف مش أبوك أصلي. توصل ليلى بأي طريقة. أيوه اسمعيني كويس. أنا آسف، ما قلتلكيش إن أنا معايا نسخة تانية من مفتاح الأوضة. خايفة مني ولا ايه؟ احنا مش اتجوزنا خلاص. وانت مش قلت لي هتديني فرصة بس لحد الصبح؟ طبعا. تلاقيش هاخد هدومي وامشي على طول. ايه ده؟ ليه عمتي بتكلمك؟ ما بترديش ليه؟ ليك حق طبعا ما ترديش. الليله دي ليلتنا احنا لوحدينا وبس. انت قلت لي انك جاي تاخد الهدوم. بصراحه مش قادر استنى للصبح. بس يا رامي، رامي ايه
ليلى ليلى انت بتجري مني ليه؟ بتجري ليه؟ انت اللي مش عايزني ارد على ماما. ترد على امك ولا ترد على ياسين؟ 15 مسد كول من ساعه ما جينا هنا. خايفه لا سلمى يكون جرى لها حاجه. لا ده بيكلمك عشان هيتجنن متضايق قوي ان انا خدتك منه عشان خاطري. عشان خاطري يا حبيبتي الليله دي بتاعتي انا وبس، وبكره الصبح هنكلم عمتي ونطمن على سلمى، والمره كمان نطمن على نفسنا. عشت عمري كله عمري كله مستني الليله دي، ما تضيعهاش يا ليلى عشان خاطري. انا عملت كل اللي طلبتيه مني، عايزه ايه تاني؟ يلا يلا ليلى. افتحي يا ليلى، افتحي يا ليلى، شريف مش ابويا. ليلى افتحي يا ليلى، شريف مش ابويا. ليلى سيبت مراتي. دي مش مراتك. ليلى رامي اللي عمل كل ده، شريف مش ابويا، دفع لكريم عشان تقول كده. ياسين يسلمك. طمن كلاش دكتور قال لي انهم خرجوا الرصاصة. الحمد لله الحمد لله. بس انا عايز افهم، تعرفت منين ان انا عند رامي وليه بلغت البوليس؟ من كريم. كريم قالت لي التمثيلية اللي بيعملها رامي عشان يفرقك عن مراتك. عرفت انك هتروح له، وعرفت انه ممكن يأذيك او يقتلك. بس زي ما تكون عارف الحكاية كلها من اولها. اهلا. شريف قال لي على كل حاجة قبل ما يموت. قال لي ان رامي عرض عليه مبلغ كبير عشان يكذب عليك ويقولك انه هو ابوك. شريف شريف وافق في الاول، لكن بعد كده لأنها نصباية كبيرة مش قدها رفض. طبعا بعد ما شريف اتقتل رامي راح لكريمة واتفق معاها تكمل اللي شريف كان المفروض يعمله. أهلا. عشان كده أنا حاسس إن رامي هو اللي قتل شريف قبل ما يتكشف قدامك. بس انت ليه ما قلتش الكلام ده كله من الاول؟ ليه فضلت ساكت طول الوقت ده؟ ليه النيابه بتحقق معاك ما قلتلهمش على كل اللي تعرفه؟ واللي خلاك دلوقتي بس تتكلم؟ واللي خلاك تبلغ عن مرادي وتقول ان هي اللي قتلت شريف؟ عشان انا شكيت فيها لما لقوا النضاره بتاعتها عند شريف. خفت خفت عليك عشان يحبسوك بدلها. خفت. خفت عليا. يعني خفت عليا مرة من إني أتسجن، المرة التانية من إن رامي يقتلني. عشان انت تبقى، عشان انا
انت انا كنت فاكر ان خطيتي مع عمك ماتوا واندفنوا معاه في قبرها، لكن بعد اكتر من 30 سنه انا بشيل زمك في قبر امك، كل ايدك قدامي بتدور عليا. فرحت، كان نفسي اخدك في حضني واقول لك سامحني يا ابني سامحني يا حبيبي. خفت منك وخفت عليك، خفت منك ما بقتش عارف هتقبلني ولا هترفضني، هتحبني ولا هتكرهني لاني سبتك المده دي كلها، العمر ده كله لواحد غريب يربيك وكبرت مع الايام وانت بتقول له يا بابا يا بابا يا بابا. النهارده بعد ما لقيتني ابوك هتقدر تقول لي يا بابا؟ ولو قلتها هتقولها ازاي؟ وخفت عليك، خفت عليك مني لاني ما قدرتش اتحمل مسؤوليتك وهربت منك وانت بتكبر، خفت عليك وكرهت نفسي الف مره لاني ما قدرتش اعترف بيك، ولقيت نفسي محبوس جوه خطيتي لا انا قادر اصلحها ولا قادر اهرب منها. ولما عرفت ان رامي بيدبر لك مكيد عشان يفرقك عن مراتك حسيت ان اجرمت في حقك للمره التانيه، ولما عرفت ان رحت له خفت عليك احسن يقتلك، جريت وقلت افديك بروحي، واو لو مت يمكن ربنا يسامحني ويغفرني. سامحني يا حبيبي سامحني. انت كمان غلطت مع رانيا حملات، نفس غلطتي مع عمك، بس انت احسن مني واجرأ مني واكبر مني لانك اعترفت بابنك وخدته في حضنك. بكره يكبر وهو بيقول لك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا انا اتحرمت منك، سامحني يا حبيبي سامحني يا ابني، امرك اتفتح يا رجاء امرك اتفتح يا رجاء. ده مش الزمن في امرك يا رجاء، وابنك قدامي اهو، ابننا اهو يا رجاء، سامحيني سامحني يا ابني. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان بصماتك موجوده في مكتب شريف يوم ما اتقتل، والرصاصه اللي مات بيها شريف هي نفس نوع الرصاصه اللي حاولت تقتل بيها ياسين في شقتك، ده غير شهاده كريمه وصفوت وياسين نفسه اللي اكدوا الخطه الحقيره اللي انت عملتها علشان تفرق بين ياسين ومراته. فاضل حاجه واحده بس انا عايز اعرفها منك ليلى، ازاي ما لقيناش بصمات ليلى في مكتب شريف برغم انها اعترفت لنا من شويه انها كانت هناك يوم الحادث، بغض النظر ان هي انكرت في الاول؟ شفتها وهي داخله عنده وانا خارج من المكتب، خفت اللي يتهموها بقتله وبخسرتها،
أنا عملت كل ده عشانها، فجريت عشان أمسح بصمتها. ما مسحتش بصمتك أنت ليه؟ في المرة الأولانية كنت لابس جوانتي، في المرة التانية جريت ونسيت ألبس الجوانتي من خوفي على ليلى عشان أمسح بصمتها. وإزاي زورت جوابات شريف لرجاء ياسين؟ لما أتت شريف خدت ورقة من مكتبه مضيها بخط إيده عليها توقيعه، ورحت لواحد صاحبي خطاط قلت له زوري الحاجات دي، وزور لي الجوابات اللي اديتها كريم الياسين، وزور لي جواب رجاء لشريف. من جوابات رجاء اللي كانت عند كريمة. عارف انت عملت ايه؟ انت قتلت شريف سعد الدين مع سبق الاصرار، وشرعت في قتل ياسين، وزورت اوراق عشان تفرق بين واحد ومراته. انت مدرك انت هتواجه احكام قد ايه؟ انا مش ندمان. نعم مش ندمان، بحب ليلى وعملت كل ده عشان بحب ليلى. عارف انت لو بتحب ليلى زي هتعمل اكتر من كده بكتير قوي. دي ليلى بإذن الله يا رب. مش هتسيب حقك عادل. تلاقي معايا وفي عينيا لغاية ما تقومي بالسلامة.
رانيا 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 رانيا. عادل ماتت، رانيا ماتت، قتلوها لما عرفوا ان هي اللي جابت لي الورق. دفعت حياتها تمن مساعدتها ليه؟ انا حاسس ان انا اللي قتلتها. لا يا عادل ما تقولش كده. رسلت عليها اني بحبها عشان تجيب لي الورق منه. بس هي حبتني بجد. وقالت لي انت انضف راجل انا شفته. وتغيرت فعلا. بس انا ما شفتش ده. لا انا كنت اناني عايز مصلحتي. انا لو كنت اعرف انها هتدفع حياتها تمن الورق ما كنتش استغليت حبها ليا. مهما كان الورق ده كان مهم ليا ولا حاجه أرخص بكتير من حياتها. أنا بقيت وحش قوي. أنا بقيت إنسان وحش. هفضل عايش طول عمري بذنب رانيا في رقبتي. مدمان. ربنا يرحمها ويغفر لها. مفيش شماتة في الموت. ولو ان الحقيقة يعني كان صعب عليا قوي اللي هي عملته فيا وهي عايشة. الله يرحمها بقى. قتلها حبها العادل. احنا كنا فاكرين انه بيخوننا عشانها. تاري عمل كل ده لغاية ما تجيب له المستندات من عند عبد عمار. بس انا لغاية دلوقتي بقى مشكلتي ما اتحلتش. الولد باسمه فؤاد. وله نصيب في التركة. ولا انت رايك ايه؟ لا يا نديهان، ابن رانيا يبقى ابني وملوش اي حق في ميراث فؤاد الله يرحمه. وهتثبت ده ازاي؟ كلنا هنثبته سوا ان شاء الله. ربنا يقدرني عشان الحق يبان. كتير جات لنا الأسبوع اللي فات. كتير حاسين إن هم غلطوا في حق ناس أو حق نفسه. مش قادرين يتخلصوا من إحساسهم بالذنب والندم. Thank you.
جدا اننا نعترف بخطأنا ونحط ايدينا عليه. عشان بعد كده نعرف نصححه. ونكسب كل الناس اللي كنا فاكرين اننا خسرناهم في لحظة. الإنسان موجود على الأرض عشان يغلط ويتعلم من خطأ، بس في فرق كبير قوي بين الخطأ والخطيئة. الخطأ ممكن يتصلح، لكن الخطيئة بنعيشها دقايق معدودة وصاحبها بيدفع ثمنها عمره كله.